بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبرات وند موشنا توشين دمنا الله السلام ناتشو الحمد لله دين وزاري أو سرقي يركنو مغرب درسال هون زاري ما سقر بث مسجد يا نكاح بروغرام الله ያው ሱዳኖች እንዴት ነው ኒካ ሲታሰር ያለው ድባብ ምን ይመስላል የሚለውን ኢንሻአላህ ያው ይሄ እንደዚህ ያው የኒካ ፕሮግራም ያው ሱዳኖች የኒካ ፕሮግራም ሲያደርጉ ሐላዋ ምናምን ልጆች መስጊድ በር ላይ ይዘው ይቆማሉ። የታደሙ ሰዎች ምናምን እንዲበሉ ማነው ተምር ምናምን ብዙ አይነት ነገሮች ይመጣሉ። ኢንሻአላህ ምን ይመስላል ድባቡ የሚለውን ውስጥ ገብተን እና ያለን ማለት ነው። ያው በር ላይ የሚታወቁ ልጆች እነዚህ ሐላዋ ምናምን የሚስማቱ ما شاء الله ما شاء الله سهوينا والباقي ما سوينا شي تفضل قول لي تفضل يا اخي تفضل تفضل ما شاء الله ما شاء الله ما جاري من هاي بعد حضر يا ولد رجبينا جاء مبلغ ان شاء الله وسط البرنامج انديت ما ميكايرو ميلون جبتنا يا ان شاء الله اجمعين. يقول تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيكم الله من فضله والله واسع عليم. هذا امر من الله سبحانه وتعالى بالزواج ووعد منه بالغنى وكثره المال والنماء لقوله تعالى ان يكونوا فقراء يغنيكم الله من فضله. ويقول سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه والله يلتمس الغنى في الزواج اشاره لهذه الايه. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله عونهم منهم الناكح يريد العفاف. فاذا دخل العبد المسلم الى الزواج بنيه ان يعف نفسه وان يعف غيره كان الله في عونه، ومن كان الله عونه لا يفقر ولا يعف. والزواج ايها المؤمنون ان اخلصنا النيه لله هو عبادة عظيمة جليلة تقول الإنسان إلى رضوان الله والجنة، لأن الزواج سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن دخل إلى الزواج بنية اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان زواج عباد وقربة إلى الله وطاعة ووسيلة إلى رضوان الله والجنة. والزواج له أركان وشروط والكل يعرفها. ولكن سمع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإني قد زوجت وكلتي البكر البالغ آمنة محمد الحسن عبد الرحمن حال سليمان إلى موكلك المنذر أسامة يوسف عارف على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهر المتفق عليه بيننا وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإني قد قبلت زواج موكلتك البكر البالغ آمنة محمد الحسن عبد الرحمن حاج سبيل
سليمان سلمى محمد الحسن عبد الله عاشور حاج سليمان إلى موكلي المنذر أسامة يوسف علي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهر المتفق عليه بيننا وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استحلت به رحمت وإذا استحللت به فضلت فيا حي يا قيوم اجعله زواجا مباركا يا رب العالمين اجمع بينهما في خير يا رب العالمين ألف بين قلبيهما يا أرحم الراحمين اجعل بينهما المودة والألفة والرحمة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ارزقهما الذرية الصالحة يا رب العالمين اللهم احيهما حياة كريمة طيبة يا رب العالمين حياة التقوى والإيمان والقرآن يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا وإياهما فتح العارفين دنيا ودين الله يوم الدين واعطنا وإياهما خيري الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا وإياهما إلى ما تحبه وترضى وكن لنا ولهما عونا ونصيرا وفقينا في أمر ديننا ودنيانا يا رب العالمين ولا تكلنا وإياهما إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا وإياهما من كل سوء من طوارئ الليل والنهار إلا طارقا يطرق بحمد يا رحمن واكفنا وإياهما شر خلقك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أل بين الأسرتين واجعل بينهما المودة والألفة والرحمة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر أسعار وزوج الأيام والأمكار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مقروضا من رحمتك ولا مقترا عليه في الرزق يا الله اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا من امر مغفور وسعي مشكور وتجاره لن تقول يا رب العالمين اللهم لا تفرقنا والا وانت راض عنا يا الله اللهم اصرف هذا الذنب عنا وعن اسرنا وعن بلادنا وعن جميع العالمين يا رب العالمين اصرف هذا الذنب عنا وعنهم يا رب العالمين احفظنا بحفظك وتولنا بولايتك وارعنا برعايتك يا رب العالمين برحمتك التي وسعت كل شيء اصرف هذا الذنب عنا وعن المسلمين وعن جميع العالمين يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين Thank you.